معانا ابو محمد رابع وايه تاني ومنى هانم. حاضر يا سيدي. ابو محمد، ابو محمد، يا ابا محمد، تفضل ابا محمد. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا ابا محمد. انا عايز اسالك سؤال، هو السؤال اللي هساله لحضرتك في ثلاث إيه؟ اشخاص عايز اسال حكم ايه؟ والله العظيم ما سمعت ولا كلمه. السؤال اللي هساله لحضرتك في ثلاث اشخاص بالنسبه لزوجتي واخويا ووالدها. انا ما سمعتش غير في ثلاث اشخاص. عايز اسال حكم الدين. انا مراتي، انا كنت في عمره ومراتي خرجت بدون اذني. كان في عمره ومراته خرجت، خرجت راحت فين يا ابو محمد؟ خرجت راحت عند والدها، واخويا منعها قال لها ما تخرجيش عشان اخويا كيبت امانه معايا. امانه يعني ايه؟ يعني احطها في جيبه يعني؟ لا لا، يعني احنا بيت. استنى بس، استنى، اخوك مش فاهم حاجه وانت كمان مش عارف حاجه. قال لها سايبك امانه يعني ايه؟ اما تروح عند ابوها يبقى ضيع الامانه وضيعت هي الامانه. سايبك امانه ما تروحش ترقص بالليل وتعريان. سايبك امانه ما تدخلش واحد اخوك ما يعرفوش. انما ايه سايبك امانه يعني؟ امانه اخوك يدي لها الاكل لو جاعت وانت ما سبتلهاش مصروف كتير ويسوق لها، لكن اخوك لا يمنعها ولا له ولايه عليها. وبعدين ايه خرجت من غير اذن دي؟ وانتوا مفكرين كده كل واحد اتجوز واحده انه حطها في ام؟ في حاجه اسمها الاذن المعروف اللي مش محتاج تجدد نهائي. انت متجوزها وعارف انها هتروح كل يوم السوق وتجيب الكرومبه والطماطم وتيجي، او موظفه تستاذنها كل يوم، بعد اذنك اروح الشغل 7 الا ربع، بعد اذنك اخد فطاري، وفي ايه يا جدعان؟ هي بعد ايه استاذن لحاجه جديده؟ المعهود معروف ان ما فيهوش في استئذان، المعهود تستاذنك تقول لك بعد اذنك ادخل الحمام؟ هي المراه للدرجه دي حته كره شراب؟ لا يا ولدي الله يخليك. راحت لابوها لم تأسم، واخوك مش فاهم معنى الامانه، واحنا رايحين عمره نقول لبيك اللهم لبيك ونخرب الدنيا هنا. مراتك راحت عند ابوها يبقى تصل رحمها وتخرج وتجيب تروح السوق، واخوك امانته سايبك امانه عندي، يعني معناها تطلبي عيني اديها لك، عايزه كمثرى ولا مانجا ولا عنب، واجيب لك ايه؟ ولو شاف حد بيأذيها يتعرض له، ادي معنى الامانه. انما تروح لابوها خارجه اخويا سابك امانه عندي. طب كان حبسها بقى. ما ينفعش يا ابو محمد. منى اتفضلي. فاصل اعلامي قبل منى، معلش يا منى بقى نصيبك. والله اذا استنيتي جزاك الله خيرا، واذا انصرفتي من اجل الفاصل وطول الوقت فلا لوم الا علينا ونحن نعتذر. انتظرونا بعد هذا الفاصل، نلتقي ان شاء الله. كم التحية، صلى الله وسلم على خير البرية سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. معانا مين؟